هذه الطريقة التي يجسدها هذا المشهد المسرحي. كان المهريون يرحبون بالضيوف خلال الأعياد قديما، والتي تحاول هؤلاء الزهرات إحياءها في هذا الحفل الجماهيري الذي أقامته دائرة المرأة بالتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة وترسيخها بأذهان الحاضرين. أهن الشعب اليمني بخاصة بهذه المناسبة العظيمة وهذه الفريضة العظيمة، وهي فريضة عيد الأضحى المبارك التي يحتفل بها جميع المسلمين في كافة أنحاء الوطن العربي الإسلامي. ومن خلال هذه المناسبة العظيمة نحتفل نحن في دائرة المرأة بهذه المناشط، بجميع هذه المناشط، سواء كانت مناشط دينية أو مناشط جماهيرية أو ثقافية أو مناسبات عيدية أو مناسبات سياسية، فنحن لنا دور خاص في دائرة المرأة خاصة، فهي لابد من وجودها بين جميع صفوف النساء وبجميع الفئات العمرية بحيث يكون لها دور بارز في إدخال الفرحة إلى جميع هذه الفئات. الحفل الذي شهد حضورا جماهيريا لافتا من أعضاء ومناصري الإصلاح تخللته عدد من الفقرات الفنية المعبرة عن فرحة العيد، والتي نالت إعجاب هذا الجمع الغفير من النساء والأطفال. اهتمام إصلاح المهرة بالقطاع النسوي وتمكينهن من الوصول إلى مناصب قيادية وسع من دائرة الانتساب للإصلاح بعد أن وجدنا بيئة مشجعة لتطوير قدراتهن وتحقيق طموحهن بعيدا عن التهميش الذي ظلت المرأة المهرية تعاني منه منذ فترة طويلة. نحن دائرة المرأة بالتجمع اليمني للإصلاح أقمنا الليلة حفل بمناسبة عيد الأضحى المبارك لنشارك المجتمع من النساء هذه الفعاليات بعدة فقرات ترفيهية وهادفة لنترك أثر إيجابي في المجتمع، وإن شاء الله ينال الإعجاب بالحفل جميع الحاضرات، وحضر الكثير من المجتمع من النساء والأطفال ليشاركوا هذا الحفل وليستمتعوا بهذه الفقرات. الهدف من قامة الفعالية أننا ندخل السرور في قلب كل إنسان وكل طفل وكل امرأة وكل رجل وكل، احنا خاصة بالنساء لكن أكيد الرجال سيصلهم الخبر من النساء، وأن العيد فرحة وأن اليمن بخير، وأن مثل ما فرحنا اليوم بالعيد إن شاء الله سنفرح باليمن إن شاء الله وبيتحرر اليمن إن شاء الله بإذن الله تعالى. تعزيز التواصل بين الإصلاحيات وبقية النساء في المجتمع المهري هو الهدف الرئيسي لتنظيم هذا الحفل الذي أقيم وسط مدينة الغيضة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة.